اطلعي. ما ادري عنه يا وليدي. جدي جدي الاكل الاكل. انتبه انتبه لا يعديك امنا بلشبك عاد. لا تقرب حنا اللي بنجيبه. جد 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 فك الباب فك الباب فك الباب بسرعه بسرعه. اسمعوني يا عيال، ترى جدكم يقولون ان في انفلونزا الخنازير، فلا حد يقربه، فهمتوا؟ ان شاء الله. واذا مريتوا من عنده البسوا الكمام لان في انفلونزا. وشي خنازير؟ خنازير. الله يكفينا شر هالمرض. اللهم امين. الا يبا دام حنا في اجازه ورا ما ننزل دبي، يقولون افتحوا هناك المترو. اي المترو سمعت يا ابو نزار، مكلفن 17 مليار، وقالوا قبل انهم بيفتحون في يوم 9 شهر 9 2009 والساعة 9 وقربها. اقول لا يهمك بس. شو اللي ما يهمني؟ لا يهمك بس، حنا الحين نبي نتحدى مترو دبي بمشروع خطير. وشو؟ مترو الرياض. إلى الحين هو يدرس ذا ما بعد خلاص. يقول لك يدرس هذا مترو الرياض، يقول لك يبي يفتتحونه بيوم 9 شهر 9 بعام 9999. الله المستعان الله المستعان. لا يقول لك بعد اللي يبي يزيمونه. يبا ما علمتونا متى هاتشو. كنت وش فيك؟ لا يكون ذا اللي فيك ذا بخنازير ولا 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 طاعون. عافيني شيء بس حبه رز دخلت في خشم من السحور. وانت وانا ابوك تاكل بخشمك هالحين يا ابو نزار؟ وش اللي صاير في هالدنيا؟ تصدع وقلنا يلا، وظنك وقلنا عده، ثم حقت البقر وجسمها جنون 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 البقر، وقلنا الحمد لله خلصنا منها، ثم جتنا انفلونزا ذا الطيور قرك راحت، وخنازير هالحين. واصبر اصبر ما بعد شفت شيء. القادم مذهل القادم مذهل. بس هذه يا ابو هزار ايه، هذه يقول لك اخر الدنيا. اي والله اخر الدنيا. اي والله. وهل تشوف هذا كله من وشو؟ ايه هذا من شركات الادويه. ايش دخل حقين الادويه؟ ايش دخل؟ يقول لك ايه، يقول لك وسند ايه شركات الأدوية تبدأ تبث بذا الفيروسات. اللهم يا كافي تبث بذا الفيروسات. يقولك تبي تشغل مصانعها. هالحين يا أبو نزار هالعيال وش نسوي فيهم؟ يروحوا المدارس ولا ما يروحون؟ هالحين يا أبو هزار هالحين حنا بالعشر الأواخر يا الله من فضلك، ويقولك هالحين الحرم فيه يمكن زود المليونين بين مصلي ومعتمر. هالحين هذولا إذا خلصوا ورجعوا وش يصير فينا؟ يعني وش نبي نسوي؟ والله يا ابو نزار ما ادري. والله ما ادري بعد انا، بس اقول من زود الوناسه بعد يا ابو هزار ما تاهلنا الكاس العالم وغلبونا البحرين. لا تذكرني بذا المباراه. هذه المباراه ما بقى الا دقيقه الا شوي. بابن هذا كبره ما في الا حارس، وين الدفاع؟ صكوه مو بعشرة يقفون. اقول خلنا بس الخنازير وفكنا. ايش خنازير؟ خنازير الانفلونزا. رجعنا الخنازير هذه من المباراه. ابوي وش اخباره؟ ذكرتنا خلنا نروح لما خذ قشك وكمامك ويلا التوفيق. وش تاخذ باقي